اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا في منزل هذه الشابه اللي مازال صغيره في مقتبل العمر، تزوجات وهي صغيره بالزوج ديالها الله يرحمه. هذه تقريبا اسبوع باش مات من بعد ما تعرض لحادثه سير في السياره ديال احد الاصدقاء ديالو ماشي ديالو ومات. هاد الشاب خلى وراه 5 ديال الوليدات، خلى وراه 5 ديال الوليدات وهي غير كاريه ب 30000 ريال. يعني كيف ما كتسمعوا الصوت ديال الاطفال، كلهم باقين صغار، كلهم محتاجين الحضن ديال باهم، كلهم محتاجين شي حد اللي يصرف عليهم ويكون معاهم. للاسف هذا الشيء قدر الله سبحانه وتعالى ان هذا الاب بلاتي ماما لا حبيبي رجعي. ما غنقدرش نبين لكم الوليدات لانهم مازال قصيرين صغار ما فاهمين والو، لكن يعني حاله صعيبه بزاف، يعني باقي الجرح مبراش في قلب هاد الام وهاد الزوجه اللي مازال شابه كتحرم من الزوج ديالها ومن بات وليداتها ومن شريك حياتها، وكيخلي لها 5 ديال الوليدات في واحد الظروف اللي صعيبه وغير كاريه وما عندها باش تخلص لا الكره ولا حتى تصرف على اللي كوشو الحليب والاخر ما كتلقاش باش تشريه. بلسانها اليوم غنتعرفوا على القصه الكامله ديالها وغتعاود لينا شنو وقع للزوج ديالها. مرحبا بك اختي والبركه في راسك والله يصبرك. عاودي لي شنو وقع للزوج ديالك وامتى تزوجتو؟ ولدنا وكان هو كان شخص صامي، ما كان لك يعاون العائله ديالو يتسواها، كان مقور راسه راسه يخدم على راسه واخا كان باقي صغير. شو واحد ما كي زعما يمد لي يد ولا شي حاجه. واختي شاء الاقدار وقعت هاد الحادث. شحال ولدتو؟ 5. 5 الوليدات. ألمك فراقو بزاف. كتشوفي البارح كان معاك اليوم ما كاينش. ممكن زعما شي واحد يدق على الباب ديالك ويقول لك واش محتاجه شي حاجه؟ مقتول حتى واحد ما كيحس كيكون واحد السند من وراء الراجل ديالك، لا والدين لا عائله لا حتى واحد، لا اب زعما يكون لا خوت عندي ما عندي لا خوت لا حتى واحد، لا عمام لا خوات لا حتى واحد. كتشوفيش مزيان؟ كنشوفش مزيان تزادي بحال هكا. انا اصلا كنت محتاجه، كان كيقول لي نجمع الفلوس وندير طعام اليوم ما كتبش الحمد لله. كان هو باك واخوك خويا وكلشي، كان كنقول لك نبكي كنقول لي راه محتاجه ما عنديش با ما كيسولش فيا، هو بابا باقا حي ولكن بعيد يقول لي انا باك انا صاحبك انا كلشي. انا ودرجه كيلعب معايا كيجي يبدا يتحسس معايا بحال اختي بحال كلشي، هو حنين بزاف ماشي غير معايا انا مع كلشي حنين، كاع الناس اللي كيعرفوه في الخدمه معايا ولا كلشي كيقول لك حنين. لا تخاصمتي انت شكون يضل ما تخاصمي معاه هو يمشي يصالح، هو يمشي يتصالح معاك ماشي شي واحد اللي زعما دغيا غتنسيه ولا ما كيتنساش دغيا. وكي كي جاتك العيشه دابا؟ يلا اسبوع باش مشى كي جاتك العيشه؟ ما عرفتش انا وليت كنقول راسي لا ميت، بعد ما كنقول لا ميت ما تخابقت غير بوحدي. الدار خاوي انا اصلا كان ولي معمر علينا، كيجي كيبدا فيه الضحك مع مراكشي كيبدا يضحك يضحك كيبدا يشد في هذا وشوف ما كيبغيش شي واحد يخليهم في قلق ما كاينش، واصلا ما كاينش العائله شكون كانت العائله عمرو عليك ولا شي واحد، مازال تحس بواحد شويه الطمئنان في قلبك تقولي لا راه عندي اللي عمر عليا ما كاين حتى واحد. انت جيتي على غفله وش كلشي كاين غير انا ما ما كاينش شي واحد اللي يجي يدق. شو اسم ديالك؟ عواطف. عواطف انت مازال صغيره وغتهزي مسؤوليه ديال 5 اليتامى، باش كتحسي اختي من الداخل؟ انا هزيت مسؤولية وقت صغيرة بزاف قبل ما نتزوج، هزيت المسؤولية ديال كنت كنمشي نخلص على ماما الكل انا وياها، نمشي نجيب الحولي الغازي قلب 13 عام 14 عام نخدم في المعامل في الفينيسيو، هزيت الحمل تقلب قلت الله
المره تاع حيت تزوجت لقيت واحد من الناس اللي غي خرجنيش مازال الزنقه تما وما ارجع كل شيء عاوتاني كيف الاول الحمد لله. شي يقول لك وليداتك دابا واخا مازالين صغار كتفيق في الليل كتخلع كتقول لي فين بابا كنقول لها مشى عند الله كتقول لي علاش مشى عند الله اش مشى يدير عند الله كنقول لها منيش حنا كنا غنمشيو عند الله الدري الصغار كيبدا كما كندير الاوديو ديال الصوت ديالو وكنبدا نتفرج في التصاور الدري الصغار كيبقى يضحك يقول لي داه زعما بابا مولف بيه مولفين الدري الصغار بزاف. كنت قلتي دابا تبقاي تسمعي شنو كان كيقول لك زمان بعض المرات كنقول لها راه باقا حي ولا هو كيهضر بحال الصيت شويه كنقول لها بلا نشطه راه جي ما نمسح هذا الشيء ما نقدرش كنبغي نجلس وحدي نبدا نفكر شويه كنقول لها خاصني نمشي نجلس مع ولادي باش ما نبقاش نفكر فيه بزاف. فين تعرض للحادثه تسير؟ قالوا لي جيت بوجه الشهداء. اها تقلبات بيه الطوموبيل مات مات في البلاصه ولا مشى للسبيطار؟ البلاصه ضربت طلعت لي شحطه من راسو مسكين. واخا شنو داروا معاكم التامين والطوموبيل ماشي ديالو؟ ماشي ديالو دابا صح. اه ما داروا معنا حتى حاجه انا ما بقاش ما عنديش الوالدين ولا شي كيف ما قلت لك لا شي شي حد اللي وقف معايا ما عنديش كيقول لي ديروا محامي انا ما بقاش شي فلوس للطبيب انا باش ندير محامي. لا ما عندك اللي يجيب لك لي كوش لا والو انت واحد عندي الله سبحانه وتعالى بقاش الخلف ديالي كنضقوا عليا كيعطوني عطاتني واحد السيده جارتي ما كنعرفهاش عمرني ما تلاقيت معها حتى في الدروج عطاتني الحليب ولي كوش قالت لي كيفاش دير لولدك وانا عندي جوج طبيعات جوج الحليب وجوج لي كوش ما نقدرش نمد يديك راه شنو ما نقدرش واحد كيجيب لي شي حاجه كنمرق حسيت براسي بحال كنطلب هلا كاع كنطلبوا الله ولكن ما هو فاش كان حي ما كانش كيخصصني حتى واحد. واخا شحال التليفون ديالك كيطلبوا الناس؟ 06 02 62 28 14 مشاهدينا هذا هو الرقم ديال عواطف اللي بغى يساعدها الله يجزيكم بألف خير لأن لو كان حضرتو شفتو الاطفال اللي عندها يعني 5 الوليدات مازالين صغار محتاجين المساعده رقم التليفون هو 06 02 62 28 14 نعاود لكم الرقم 06 02 62 28 14 ماشي من السهل شابه مازال صغيره في مقتبل العمر يعني تاخذ مسؤوليه ديال 5 ديال اليتامى وتفقد الزوج ديالها اللي كان دائما كيدخل واخا يدخل غير بديك الضحكه راه كيدخل. عندك حساب بنكي كيسولوا الناس واش عندك كونت بنكي؟ ما عندهاش الكونت في البنكه فاللي بغى يتواصل معايا يصيفط ليها في الويستر يونيون ولا شي حاجه هو رقم التليفون ديالها هو 06 02 62 28 14. واخا اختي عواطف كملي ليا دابا ما لقيتيش اللي وقف معاك في التامين ولا كاينش اللي وقف مشيت عندو قال لي او غيرجع عندك مشيت عند واحد السيد كيعرفو قال لي راه باش معاك التليفون وغيرجع عندك اش فاهم معاك ملي كنمشي عندو ما كنلقاهش بحال كيتهرب ما لقيتيش اللي وقف معاك دابا كاينش سوى الله سبحانه وتعالى وليت كنصلي دابا كنقول ربي سبحانه وتعالى الا بغيتي تشوفني معاك انا قابله داك ربي تشوفني هكا انا قابله داك الشيء غادي نعملو غير شكرا لله. كنت كنعرف ملي كنت صغيره وكنقول انت كبرت ارتحت الحمد لله ارتحت هذيك السنين اللي كان هو فيها واخا هذاك الشيء على قد الحال كنقول الحمد لله على مستوره ولكن دابا فين غتمشي تمشي الزقه ما نقدرش على قد يبقى يتسنى في كل كره هو ما كان دارو الا محتاج الفلوس لكره غتبقى عام ولا عامين في الاخر غتحط لها الزنقه تجي ولادك غتمشي تمشي ما عرفتش اش غندير دخلت بيا دابا ما عندكش لا باش تخلصي الكره لا حتى شي حاجه انا غنخرج قال لي خدي من عندك في طريق مصر قال لي خدي من عندك انا مش نقلب ندري كل شي حاجه ونجيب لك داك النهار كنهضر مع صاحبي حداش اللي كنهضر مع اختي كنقول لي جي خلاص راه ما عندهمش ولا داك الحال يقول لي كوش 11 ونص قال لك مات. تصدمتي باش حسيتي فاش تلقيتي الخبر؟ ما تيقش ومشيت عندو كنقول مشيت كيقول لي راه في لامور مشينا لامور لقيته بعيد عليا باقا ما شفتوش كنقول لا راه ما ميتش ماشي هو راه واحد اخر هذاك ماشي مكياج كان صحيح ما كان صحيح غير ما طاري ليه والو غير الضربه جاتو في الراس هو داتو كل ما طاري ليه حتى حاجه شفتيه شفتو تسامحت معاه بالسنين اللي وراسو
هو ما خرج بعد هذاك النهار حتى رجع رجع ليا. انا راني على الكوبات اللي سمحوا لي انا غادي عليك بحال اللي كيودع فيه وما ما عرفاش. رجع جوج مرات باس ليا راسي وقال لي انا غادي سير انا غادي عليك عوض هلك. شنو كتمنى اليوم من قلبك عواطف؟ شنو كنتمنى؟ حاجه واحده الله يجعل ربي يغفر لي ويسمح لي ويدخل فسيح الجنه ديالي اول حاجه. ثاني حاجه كنتمنى الله سبحانه وتعالى يقدرني باش نعيش هاد الوليد. هادشي اللي كنتمنى. انا راسي ماشي مشكل غير ولادي ما يتكرفصوش بيا ما بغيتهم يقولوا كيقول لي ماما عمتي معايا الله شريني ودار باش جينا كامل الشهر باش تحولتو هنا. اه كيقول لي ماما عمتي انا غنخرجوا مع الزنقه بابا فينا والغيز معنا رايحين الولد زعمي سكننا شي دار اخرى فين غنمشيو عاوتاني عافاك ما تخرجي لا تما من هنا. لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا مشاهدينا قصه باينه كنتمنى حتى الا كان شي تدخل من عند شي محامي ولا محاميه بغى يتطوع باش يشوف التامين ديال ديك السياره واخا ماشي ديالو لكن ياخذ حقه على الاقل حق الوليدات يستافدوا من هذا التامين باش يقدروا يعيشوا لان هي 20 يوم باش تحولات ومهدده انها تخرج من الدار لان ما عندهاش باش تخلص الكرا. قصة فعلا مؤلمة 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 جدا. خمسة ديال الوليدات ماشي من السهل أن تربيهم خصوصا عندها جوج تربية كيديروا لي كوش والحليب. ثلاثة الوليدات الكبير فيهم عنده 11 سنة ياك غيبغي يلبس غيبغي يخرج يمشي للمدرسة غيبغي عدة أشياء وما شاء الله وليداتها كلهم ما شاء الله غزالين. كنتمنى من الله عز وجل يكون معاهم قبل من الناس وكنتمنى من المحسنين انهم يساعدوها لان فعلا هذه السيده محتاجه للمساعده لواحد الدرجه ما كتصورش لان ما عندها حتى ما تاكل ما عندها ما فهمتش قصه صادمه. رقم التليفون ديالها هو 0602-62-28-14 نعاود رقم 0602-62-28-14. هي كاينه في مدينه الدار البيضاء كتفوت لساسفه حدا جامع العراقي إقامة بدر حدا جامع العراقي إقامة بدر. رقم التليفون ديالها واتصلوا بها رقم التليفون هو 0602-62-28-14. الله يجزيكم بألف خير. أنا كنترجاكم الله يرحم بها الوالدين إلا ما اتصلوا بها وساعدوها باللي قسم الله. هذه أخت ديالنا وكنا واجب علينا أننا نعاونوها لأن الإنسان ما كيكونش ضامن حياته ما عارفش الحياة كيفاش تقدر تغير لأن كان عنده واحد الراجل اللي هازها وخا يدخل عليها غير خبزة وربطة ديال النعناع وتعيش وسادة عليها. اليوم ما عندها حتى اللي يدخل يقول لها السلام يا خرج راجلها وقال لها أنا راضي عليك عواطف وغتبقى لهاديك الكلمة في دماغها حياتها كاملة. هي مازال صغيرة وهي كتحمل في مسؤولية ديال يتم الأطفال وحنا كنعرفوا أن الأطفال ملي كيتيتموا فصعيب هادي ما كيحس بها غير اللي مجربة. الله يصبرك أختي. شنو كلمة أخيرة مش انا كنتمنى من المحسنين يوقفوا معايا ولا شي محامي يوقف معايا هادشي اللي كنتمنى صافي ما بغيتش غير ولا بيت ما ندير شي اللي بغيت. انا ماشي مشكل نخرج من ضربت عمال ولكن ولادي ما بغيتش نمشي تما ندير في الزناقه ما بغيتش نمشي تشرب. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه والى اللقاء.